أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم صلى الله عليه وسلم. فمن كان
عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. استغفر الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مذهبا. لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. فمن كان يرجو لقاء ربه
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك ربنا لا نشرك بك شيئا. فمن كان يرجو لقاء ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إن اشتغل الراس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. سبحان ربنا لا نشرك بعبادك. ولا يشرك بعبادة ربي أحدا ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا يا زكريا إنا نبشرك
أبشرك بغلام اسمه يحيي لم نجعل له من قبل سميا قال رب أني يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحي إليهم
أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم.
مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم للاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم والتي تلاها على مسامع حضراتكم
عالم من أعلام القراء بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عيطة، القارئ الشهير والمعروف والمقيم ضم محمدين أبو كبير شرقية، نقلناها على مسامع حضراتكم عبر موجات الإذاعية إدارة الحاج محمد سلام الشهير والمقيم ببرهمتوش مركز ومدينة السنبلاوي، من داخل الصوار المقام إدارة أولاد الحاج نبوي بكفر الروق، وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام. سنتواصل العطاء بإذن الله بعد 10 دقائق بإذن الله.